إنه 30 يونيو كان يوما من أيام الله وعلامة من علامات شعب يأبى إلا الحياة بكرم. خرجت الملايين من كل مكان تهتف، ولأن جيش الشعب لا يخذله أبدا، إحنا إيدينا تتقطع قبل ما تتقسم. انتصرت مصر وبدأت تاريخا جديدا من قلب الأحداث. من بين سطور الأسطورة الخالصة نبحث ونفتش عمن كانوا هناك، راهنوا على أن المستقبل لمن يبحثون عنه، قرروا مصيرهم واختاروا طريقهم وشدوا الرحال إلى وطنهم. نوثق معا شهادات من صنعوا الحدث حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجال حافظوا على العهد وصانوا الأمانة. معكم نستعيد أيام المجد، نحكي ونتحاكى عما جرى لوجه الوطن. 30 يونيو شهادات للتاريخ. أهلا بكم، بدأنا في الحلقة الماضية توثيق شهادة الكاتبة الكبيرة والقيادية بحزب الاشتراكي المصري على 30 يونيو أيام المجد والكرم، الكاتبة الكبيرة كريمة الحفناوي. وقالت لنا أنه كانت هناك نقاط كثيرة جدا توقفت عندها، واكتشفت أن هذا النظام بسبب ما يرتكبه النظام الإخواني، بسبب ما يرتكبه لا يمكن أن يستمر ولا يجب أن يستمر، لأنه يمثل خطورة على هوية الدولة المصرية. ومن هذه النقاط بدأ الحراك الذي شارك فيه المصريون جميعا، خرجوا في ثورة وقرروا ألا يعودوا إلا بعد أن تتطهر بلدهم من جماعة الإخوان. في هذه الحلقة نستكمل سويا مع الكاتبة الكبيرة كريمة الحفناوي شهادتها على 30 يونيو. إيه المعاني اللي تجسدت عندك ضد جماعة الإخوان؟ لا إخوان ولا مسلمين قتلوا ولادنا باسم الدين. رصدت عملية الاختطاف دي إزاي؟ قبل يعني 25 يناير كانت هناك جلسة مع قيادات الإخوان في ذلك الوقت، وقالوا إحنا ما نعرفش مين اللي عامل ده ومش هنمشي يعني ورا شوية عيال. وهم في طريقهم للسلطة، أنت كنت شايفة المسألة دي إزاي؟ في مادة في الدستور 74 إنه لا أحزاب على أساس دين، كان في اتفاق إن هم الميدان يتفضل في مقابل إن هم يحصلوا على شرعية سياسية. هي خطوات كانت بتنور طريق الناس عشان يكتشفوا هؤلاء الذين يريدون أن ينفردوا بالحكم وحدهم. اللحظة الإنسانية النادرة دي، إيه المعاني اللي جسدتها ساعتها ضد هذه الجماعة؟ هذا المشهد لما قام فيه المسيحي اللي كان بيتعذب على سور الاتحادية ومش قادر ينطق اسمه. أهلا بحضرتك مرة تانية يا فندم. أهلا بيك. يعني الحراك كان موجود، يعني بنعمل اعتصام هنا، بنعمل وقفة احتجاجية هنا، بنعمل شعارات وهتافات هنا، لكن في لحظة بدأ المجتمع المصري كله متفق على أنه لابد من حراك كبير وحراك كامل. إمتى بدأ ده في اعتقاد حضرتك؟ هقول لحضرتك لو تتذكر أنه كان ابتدت أيضا أحداث في الكنيسة المصرية. صحيح صحيح. مسيحيين، ما بحبش أقول مسيحي ومسلم، بس يعني أشقائنا يعني المصريين المسيحيين في الوقت ده طبعا كان في صدمه رهيبه. الكنيسه الكاتدرائيه تم الاعتداء عليها. فكره الكاتدرائيه ليها والبابوات يعني في مصر ليهم عند المسلمين والمسيحيين يعني تقديس، يعني يعني بالنسبه لنا كمسلمين عادي جدا بنقدس وبندخل نعمل شمعة للعذراء في الكنائس وبنعيد عليهم، والبابا شنودة ثم البابا تودروس طبعا. يعني فعلا بيبقى ليهم معزة، مش ما فيش حاجة اسمها مسيحي ومسلم، يعني طول عمرنا كده. ودايما المسلمين يعني دايما أنا كانت أمي يعني دايما
تروح للسيدة زينب تولع شمعة وتروح للعذراء تولع شمعة. احنا كنا ساكنين في الظهر وكانت يعني مستشفى القبطي قريبة مننا وفي كنيسة. انا فاكرة رغم ان انا صغيرة نتمشى نيجي لهذه الكنيسة ليلة يعني عيد الميلاد او لما يبقى على فكرة في ازمة تروح تولع هنا شمعة هنا. وتولع هنا احنا يعني دي عادة. فالاعتداء على الكاتدرائية ده كان مؤشر مفزع. يعني الاعتداء على الكاتدرائية يعني طبعا تم اعتداءات على كنائس لكن الكاتدرائية شيء كبير جدا يعني والاعتداء عليها وما تم. والحقيقة احنا تحركنا كلنا على غير يعني ما حدش قال لحد. احنا كانت الناس كلها في الشارع واحنا رحنا وقتها فعلا يعني وحاولنا ندخل اثناء ما كذا يعني القتل اللي تم يعني اللي تم يعني وقت الاعتداء على الكاتدرائية. كنت موجودة. كنا موجودين بس كانت بقى نتيجة لل يعني تأمين الكاتدرائية ما عرفتش تدخل. ما كناش حتى قابلتنا. كانت وقتها يعني معانا يعني الأستاذة مارجريت عازر ودي كانت زميلتنا و طلعت بره وقالت معلش انتوا مش هتقدروا تدخلوا. احنا طبعا رايحين انها مصيبتنا كلنا يعني طبعا. وطبعا قابلتنا بشكل كويس جدا وقالت ارجوكم مش هتقدروا. هم نفسهم كانوا يعني متخوفين من مزيد من الاعتداءات او من العنف ده او ان احنا كمان نتعرض لحاجه. فكانوا مأمنين جوه الكنيسه وكده. طبعا ده من ضمن لما كنا بنقول النقاط. لا انا كنت بقول ان في احداث كبيره كمان قادت بقى الى هذا الحراك. انا عايز اتوقف عند تجربه حضرتك عملتيها انه من خلال يعني الندوات اللي كانت في المحافظات. لانه انا شفت انك كنت موجوده بشكل مكثف في محافظات بتعملي ندوات وبتتكلمي مع الناس. الحكايه دي تمت ازاي وكان يعني ايه هدفها وايه الناتج بتاعها؟ احنا دايما من ايام حركة كفاية كان في مردود في الشارع المصري وقتها وكانت كفاية ليها لجانها التنسيقية في كل محافظات مصر. يعني كل المحافظات بتتجمع فيها القوى الوطنية والسياسية وكلهم برضو يعني بحيث انهم يدافعوا عن مصالح الشعب يبقوا موجودين في احداث الوطن. ما كانتش القاهرة لوحدها هي اللي بتتحرك. فده طبعا كان ان احنا ننزل ده كان شيء طبيعي ننزل المحافظات عدد كبير بقى من رموز وقتها الجمعية الوطنية للتغيير وننزل نبدأ نعمل ندوات كبيرة. كانت ندوات جماهيرية مش ندوات جوه يعني الجدران. لا 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 يعني ننزل الدقهلية ننزل المحافظات نفسها وقرى يعني قرى في نفس الـ الأماكن دي ننزل للمنوفية ننزل لأسيوط ننزل لكل حتة. الحقيقة نزلنا في الفترة دي لحتت كتيرة جدا جدا وكانت الندوات بتبدأ نشرح فيها احنا بنقول لا ليه او ان في خطورة على مصر من 1 2 3 4. وكانت الناس ممهدة انها تنزل في يناير هنا بقى 2013 ان احنا قلنا ننزل في يناير 2013 ونطالب بمطالبنا ان يعني لا يمكن حكم البلد بهذا الشكل في يناير 2013 في يناير 2013 بس الحقيقة في يناير 2013 يعني كان في الاخوان يعني كانوا يعني شبه مسيطرين وانهم ما سمحوش طبعا امنيا بان الناس تنزل او ان الناس تستمر. ما هم خافوا بقى من ان الناس بتقول هننزل في يناير يبقى تذكروا مرة تانية هنقعد بقى لحد ما هم يعني نشيلهم. وبالذات كان ابتدى شعار يعني يسقط حكم المرشد. طب انا عايز ارجع مع حضرتك ليناير 2013 لما كان في نيه او كان في يعني كان بروفا للثوره. وقتها كانت القوى السياسيه لسه مش واضح عندها ان هم عايزين الاخوان يمشوا فنازلين يقولوا المطالب بس ولا كان واضح؟ لا 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 من 2000 من الاعلان الدستوري جبهه الانقاذ كانت لرحيل الاخوان. هذا ما اتفقنا عليه جميعا
في الجبهة. في الجبهة. وكنا بنبدأ نشوف إزاي ده يتم. يعني بنبدأ نعمل مؤتمرات، بنبدأ نعمل يعني تحركات، ابتدت فئات تتحرك، المرأة تتحرك، الشباب يتحركوا، لكن يعني لسه ما تبلورش بالظبط هنعمل ايه. ابتدى يتبلور بعد الاحداث الكتيرة المتراكمة، وابتدى في شهر مارس نفكر في طب نعمل ايه في مارس. في مارس عشان احنا بدأنا 1 ابريل، يعني ابريل ومايو ويونيو لحد 30 يونيو كانت بدأت في 1 ابريل نتحرك ونعمل استمارة التمرد. في ابريل الشباب بقى في التمرد. في ابريل التمرد بدأوا في ابريل، في نهايات ابريل. في نهايات ابريل، في نهايات ابريل بالظبط. كان ابتدت بقى الجمعية الوطنية للتغيير موجودة وابتدينا. بس عايز اسأل حضرتك حاجة للتاريخ، لما الشباب بتوع تمرد اتكلموا مع القيادات بتوع جبهة الانقاذ في الاول، كان القيادات بتوع جبهة الانقاذ يعني شايفين ان الشباب دول ممكن يعملوا حاجة؟ شايفين ولا ما تجاوبوش؟ لا 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 لا. بما يكفي متجاوبين، وكانت ابتدت تتنقل الاجتماعات الى الجمعية الوطنية للتغيير. وكان لنا مقر في التحرير في الجمعية الوطنية للتغيير، وكان فيها طبعا قيادات كبيرة جدا، من الدكتور عبد الجليل مصطفى، منها طبعا مهندس أحمد بهاء شعبان، منها يعني مع حفظ بقى الألقاب خليل رشاد، شاهين دمقلت، كريمة، كان جورجي إسحاق طبعا رحمه، مجموعة كبيرة. طبعا لقوا السفير يحيى نجم اللي كان بعد كده الإخوان برضو ضربوه وعذبوه، وطبعا الدكتور يحيى الأزاز، المهندس يحيى حسين، يعني مش يعني كل الناس كانت موجودة في هذا الوقت، عبد العزيز الحسيني، حمدين صباح، كلنا، كل القوة وكل الرموز كانت موجودة في هذا الوقت، وبنشوف إيه اللي ممكن نعمله. كنتوا بتتعاملوا ازاي يعني لما طلعت الجبهة؟ والشباب على فكرة كانوا معنا، كل الشباب اللي هم يعني بعد كده مسكوا الاستمارة ونزلوا مصر كلها. عايز اسألك على التعامل مع جبهة الانقاذ، يعني جبهة الانقاذ طلعت الاخوان، كان في رد فعل عنيف على جبهة الانقاذ، كنت بتديروا المسألة دي ازاي؟ احنا كنا بنديرها، اقول لك طبعا جبهة الانقاذ كان وقتها رموز كبيرة، الدكتور أبو الغار، حزب الوفد كان موجود، المصريين الأحرار كان موجود، ممثلين يعني عن هذه الأحزاب، أيضا طبعا أسامة الغزالي حرب زي ما بنقول مع حفظ الألقاب، يعني كل رؤساء الأحزاب كانت موجودة، ممثلين لكل رؤساء الأحزاب، الله يرحمه رفعت السعيد كان موجود، البرادعي كان موجود، كل الناس دي كانت موجودة، بقول لك ضمت مصر كلها. فكنا وكان طبعا الجامعة العربية عمرو موسى، عمرو موسى طبعا، وكان عمرو موسى يعني يعني قصدي جبهة الانقاذ ده كانت خليط. انت ممكن تقول مش متجانس الهجوم على عليها، لا متجانس الهجوم عليها كان يعني يعني رد فعله ازاي؟ وبالرغم من كده احنا كنا على فكره اجتماعاتنا معظمها في الحزب المصري الديمقراطي وقتها، وكان الدكتور ابو الغار وقتها يعني هو رئيسه، كنا بنجتمع في مقره في هذا الوقت، وكنا بنروح كلنا، وكنا بنعمل الاجتماع الموسع، وكنت انا يعني بحضره، وافتكرت دلوقتي خالد داود وحسين عبد الغني، الواحد بيتذكر يعني المؤتمرات اللي حصلت وقتها والناس، وكنا عقب كل جلسة بنعمل مؤتمر بنقول عايزين كذا، وكان في اتفاق حد أدنى بينا كلنا. يعني تعرف أوسع جبهة حصلت فيكي يا مصر كانت جبهة الإنقاذ، اللي من كل يعني صوب وكل حد وكل الاتجاهات، وكان هناك هدف واحد هو رحيل الإخوان. حتى كنا تعلمنا في السياسة يعني ان جبهة الانقاذ دي من ضمن الخبرات ان يبقى عندك هدف ووسع الجبهة، يعني وسع الجبهة حول هدف، حول هدف واحد. حول هدف يعني ده من خبرات على فكرة جبهة الانقاذ. وابتدينا نحط يعني طب ازاي نتحرك بقى، وازاي نرمي في الاقاليم
من خبرات حركة كفاية قبل كده، انت اشتغلت من خلال الاقاليم وكل فئات مصر اتحركت حوالين الاحتجاجات كلها اجتماعية وسياسية وديمقراطية وكل حاجة. فابتدينا بقى نشوف التحرك ازاي، وابتدت تتولد فكرة تمرد اللي هي الاستمارة، لان احنا قبلها كنا المطالب كانت واضحة جدا اللي هي اختصرت في تمرد او كان يعني هم الشباب دول الشباب دول جم يعني لخصوا المساله. ايوه يعني ايه نبدا يا جماعه تمرد، وبنتكلم حوالين لسه ما سميناهاش تمرد. نبدا يا جماعه نعمل فكره، طب ازاي نعمل توقيعات ازاي علشان يتشال، احنا عايزين نشيل بشكل ديمقراطي وبوسيله سلميه يعني فازاي نشيل. فتبدا مثلا المطالب حوالين انه ان ما يبقاش موجود ان يتعمل اول انتخابات ويتعمل انتخابات رئاسيه مبكره. يعني كان ابتدى الفكره ابتدت تبقى تتبلور حوالين طب نعمل انتخابات رئاسيه مبكره يعني، وابتدت الاستمارة تبقى بسيطة جدا لو انت فاكر يعني الناس اللي ابتدت تمضيها لانها بسيطة، وازاي الشباب بقى ياخدوا على عاتقهم ينزلوا وينزلوا الاقاليم، ويبدأ يبقى في شباب من الاقاليم. انت مش هتلف في مصر كلها، في 3-4 بدأت الفكرة. بعد ما تبدأ الفكرة طب نبدأ نشوف بقى ايه ننزل الاقاليم. انتوا ساعدتهم ازاي في الوقت ده فن؟ ايه؟ ساعدتهم ازاي؟ طبعا المساعدة اللي كانت موجودة من خلال اولا انت الشباب انت سندهم ووراهم يعني الغطاء زي ما هنقول بقى السياسي وقتها كان موجود من القوى الوطنية والسياسية. اتنين لوجستيا ان انت عايز استمارات، فتبدأ تبرعات مننا فينا ونبدأ نطبع الاستمارات على مستوى الجمهورية. مقر ياخدوا المقر مثلا بتاع الجمعية الوطنية للتغيير، او لو المقر ده لما منفعش نبدأ نشوف مقر جنبه، والناس تبرعاتنا يعني احنا نأجر لهم مقر. يعني الحاجات زي ما بنقول اللوجستية والغطاء السياسي واننا كلنا وراهم كان ابتدى، والحركة كانت اكتر من خلال الشباب. بس كنا بنشتغل مع بعض لان انت عايز كشاب لما تنزل تبقى معاك يعني في ناس وزي ما بنقول او رموز او يعني يعني الناس تعرفها وتثق فيها بالظبط. يعني التحرك كان جماعي، ما كانش حد بيتحرك على فكره لوحده، وكان هناك لغه بينا واحترام متبادل وثقه. بس انت كنت لما بتنزلي الندوات بتاعه المحافظات دي كنت بتجمعي هقول لحضرتك توقيعات او بتجمعي يعني الجميل ان مصر كلها تحولت الى انها تجمع الى اعضاء في تمرد. يعني مثلا ان يتصلوا مثلا بالدكتوره كريمه، بالدكتور عمار علي حسن، مثلا بجورج اسحاق يعني الله يرحمه زميلنا الله يرحمه يعني، يعني يتصلوا فنبدا نقول لك ايه احنا جمعنا. لا الشباب هي اللي بتجمع والقوى الوطنيه والسياسيه. يعني مثلا لما رحنا المحله النادي الاجتماعي بتاع المحله تعالوا احنا جمعنا، ده كانوا بيجمعوا بالملايين الناس وبالالاف، تعالوا يعني يعملوا زي ما تقول ايه حفل التسليم، حفل تسليم الاستمارات ونيجي ونروح ونستلم. كانت فرحه رهيبه على فكره. يعني انا بذكر ان في يوم بالايام خدنا معادين واستاذنا الله يرحمه جورج اسحاق، كنا نحب دايما نتحرك مع بعض يعني كلنا، فانا كنت حركيه دايما ودايما يعني ايه يلا يلا يلا. فمثلا كان في معادين، معاد في المنوفيه ومدين خلاص المعاد ان لازم نتسلم، وهو خد معاد في الدقهليه. انا ما كنتش عارف. ركبنا العربيه ونتحركوا مع بعض وركبت معاه ورحنا المنوفيه، ولقينا كان في شبين الكوم. ايه ده؟ كم من ناس وفرحتهم، وكلهم كل واحد جايب الاستمارات، يعني عارف فرحه لا تتخيلها، وعايز يثبت ان هو يعني المحافظه دي اكتر من المحافظه دي والملايين دي وكده. ورحنا اللي انا فاكراه كويس قوي انه
فجأة ناس وقفتنا في مكان قبل ما نروح المكان اللي هنستلم فيه، وإلا لازم نتكلم ولازم نقول ويدور استمارات بإيديهم يعني غير المكان اللي احنا رايحين. واللي أنا فاكراه إنه ما فيش مكان غير يعني إيه مصطبة كبيرة كده، حتى نطين نطينا ازاي ما تعرفش. وقفنا عليها واتكلمنا مع الناس وخدنا الاستمارات وهب هب ايه عربية بقى جورج ومع السواق هب على على بقى شبيد الكومة على المكان اللي انتوا متفقين عليه وهب هب هنروح بقى. قال لي لا ده الدقهلية مستنيانا هناك. وطلعنا من طريق كده اسمه ايه يعني غربي يعني مش الطريق السريع تعرفش يعني، وصلونا كده لطريق وطلعنا منه. المهم وروحنا للدقهلية والدقهلية سهرانة وطبعا وبنرجع باستمارات كتيرة جدا. كان احتفاليات، ويوم برضو ما رحت المحلة بقولك النادي الاجتماعي، النادي الاجتماعي الاف من الناس يعني انه هيسلموا الاستمارات. كانت بتبقى في عقبات قدامكم يعني انت بتتكلمي هنا انه في احتفالية بالجمع التوقعات والاستمارات كان في عقبات؟ لا ما كانش في عقبات خالص وقتها. يعني ما كانش في اي عقبات عشان تبقى عارف يعني. وده معناه انه يعني خلينا نقول ان كان مبكرا الجيش والشعب مع بعض يعني يعني ما كانش فيه او الناس انه ما كانش سامح انه بالاعتداء على حد او التجاوز في حق حد مش سامح بالاعتداء على حد يعني. والشرطة ايضا وقتها ما هي كان ممكن تسمع اوامر في ان التضييق علينا بالظبط او اننا يحصل لنا حاجة او يتقبض علينا. لا تعاملت الاجهزة مع دول مواطنين بيمارسوا عمل سياسي فلا يوجب ان التعرض ليهم لا يوجب التعرض ليهم. وفعلا يعني على الاقل يعني ما حصل لناش اي حاجة، احنا لفينا مصر كلها بقول لك ليل ونهار يعني. وطبعا كل زمايلنا انا كنت بقول انا كنت بتحرك مع مين، كل زمايلنا خمسة هنا وخمسة هنا وخمسة هنا وايه بقى، وكأننا بقى كل واحد جاي يعني جاب اكتر من التاني يعني ملايين والله. وكنا تعرض المقر بتاع الولاد في تعرض لاعتداء وكده، ويعني خدوا مقر تاني يعني. دي المضايقات اللي كانت بقى لما ابتدوا يحسوا ان ده الامور حقيقي ده الامور بجد، فابتدوا بقى ايه لا نشوف بقى حكاية الاستمارات دي ونشوف يعني ان شاء الله نحرق المقر ده يعني. صحيح وده اللي حصل. بقى بقول لك يعني. فطبعا يعني قدرنا ان احنا يجي مكان تاني للولاد، وطبعا كان ليهم دور اساسي الشباب، لان الشباب كان بيقف يعني من ضمن احنا كانت الاجتماعات بتبقى ايه ازاي نطور وسائلنا. فالشباب كان بيقف يعني عملنا ان الشباب يقف على كشك، ده احنا يعني ابتكرنا اقف على كشك قول للناس اللي والناس ده يوقعوا على طول. الناس ما كانتش محتاجه انك تقنعها يعني، في ناس كانت مقتنعه جاهزه بس محتاجين حد بس يحرك. طيب خليني اروح لمشهد تاني، لاني ما كنتيش بتكتفي بالندوات واللقاءات، انت في اعتراض مره لموكب الرئيس مش كده؟ طب خلينا نوصل انه يعني حضرتك شاركتي في الندوات والمؤتمرات لكن انت كنت على الارض بتواجهي. يعني انا لازلت اذكر مشهد ده من مشاهد الثورة المصرية وانت معترضة موكب محمد مرسي رئيس الاخواني، طلعت فوق العربية بتاعته. خلينا نتكلم عن المشهد ده وكواليسه بعد الفاصل. فاصل ونعود لاستكمال توثيق هذه الشهادة على 30 يونيو ايام المجد والكرامة مع الكاتبة الكبيرة والقيادية بحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوي. اهلا بكم من جديد، نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة على 30 يونيو ايام المجد والكرامة مع الكاتبة الكبيرة والقيادية بحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوي. اهلا بحضرتك مرة تانية. اهلا بيك. ده مشهد من المشاهد اللي يعني مستحيل ننساه، يعني مشهد اساسي من مشاهد الثورة المصرية، لانه المصريين لما قرروا انه هذه الجماعة لابد ان ترحل كانت في اجراءات على الارض.
انا فجأة لقيت فيديو لحضرتك وانت مش بس معترضة موكب مرسي، لا ده انت طلعتي فوق العربية. الناس كانت مستغربة يعني، معلش في التعبير انا اسف، يعني لك هو كريم جرى لها ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في اليوم ده؟ اللي حصل انه طبعا الناس كلها وامهات الشهداء واهالي الشهداء اللي كانوا في ثورة يناير كان في وعد باني يبقى يعني نشوف امهات، نشوف الناس ونشوف حق هؤلاء الشهداء طبعا. فطبعا يعني راحوا مرة واثنين وثلاثة والمجلس الشعب ووعود بقى بإن إن شاء الله يعني، وإن وكان في مصابين المفروض إن كمان يعني العلاج ليهم أجهزة تعويضية، يعني حدوتة لم تنتهي. والحقيقة جه أمهات شهداء من محافظات مختلفة، من محافظات يعني، وأنا أذكر السيدة يعني أم الشهيد محمد الجندي الشجاعة طبعا، زميلتنا وصديقتنا سامية الشيخ، وأذكر طبعا يعني أكتر من حد كلنا كنا عارفينهم يعني. فقالوا ان احنا هنروح، عرفوا ان مرسي واخد في شارع التسعين في التجمع. انا كان اول مره اروح شارع التسعين. قالوا احنا هنروح له البيت، هنروح وهنقف قصاد البيت. ده بعد بقى ما راحوا الاتحاديه وراحوا مجلس الشعب وراحوا كل حته ما حدش نصفهم. فابتدوا وكان الحقيقه معهم منظمات طبعا حقوقيه لحقوق الانسان، واتفقوا وصحفيين وصحفيات، كنا مجموعه كبيره، واتفقوا ان احنا هنتقابل قدام بيت مرسي بعد يعني كان اليوم ده يوم جمعة بعد الصلاة، والناس وقفت ومشهد كان رهيب. يعني كلنا لابسين اسود وكل ام او اب ماسك صورة ابنه الشهيد وابنه، وصلنا كلنا ووقفنا بشكل صامت وطرحين يعني شعاراتنا مكتوبة بشكل صامت، يعني مشهد جليل. احتجاج سلمي يعني. بالظبط، احتجاج سلمي واحتجاج طبعا يعني في خشوع، في ألم، في حزن، في قلوبنا على أولادنا اللي استشهدوا، كل ده موجود. بس طبعا انت عارف بيبقى فيه لوقات كبار بقى واقفين والحراسة والحراسة، ويبتدوا بقى يتكلموا معانا، طب خلاص انتوا وقفتوا، طب امشوا، طب بتاع. علمنا بقى انه يعني هذا الرجل قلنا هيطلع يعني على الأقل، أمهات واقفين بيقولوا كلام عادي من حقهم، ولا حياة لمن تنادي. الحراسة واقفة، وبعدين شفنا حركة كان بقى الظهر الدن، فالحركة دي معناها إيه؟ أنه هيطلع يصلي. كويس؟ ولقينا يعني أنا واقفة مستاءة جدا، يعني ده موقف إنساني، اطلع رد على الناس، وهم ما راحوش عند البيت الا بعد ما يئسوا. ايوه يئسنا. اطلع قابل الناس يا عم، قول كلمتين يا، لكن مش ممكن يعني. ايه ده؟ ايه هذا يعني؟ المهم فلقيت العربيه بتتحرك. فانا قلت يبقى العربيه دي هيتحرك هو فيها يروح الجامع. انا ما فكرتيش خالص يعني اصل الناس تقول لك عملتيها ازاي، انا ما فكرتش. انا اللي جه في وقتها ايه ده بقى، انت مش عايز تقابل الناس تقول كلمه تبل ريقهم، يعني الناس دي الواقفه تعيط وعايزه كلمه تبل ريقهم. يا سيدي بل ريقهم وما تعملش حاجه يعني، بس على الاقل يعني حسيت باللا انسانيه وانك بتذل هؤلاء الناس وبتقهرهم اكتر ما هم مقهورين. لا بقى مش هتمشي. يعني هي اللي جه في دماغي هي دي، بقول لك انا بفكر في ده دلوقتي ان ده اللي كان في دماغي. انا جه في دماغي مش هيمشي، يعني مش هيمشي، هي اتقالت كده جوايا. ورحت نطه ازاي برضه وترجمت على العربية. طلعت فوق العربيه مش هتمشي، يعني احنا هنا الناس محروقه وحضرتكم هتمشي. حتى جه في دماغي طب انت عايز تصلي وترضي ربنا يعني. ما هو ده يرضي ربنا انك تسال عن ده اللي يرضي ربنا اكتر. انا بقول لك يعني جه في دماغي ده يعني انت ايه الحكايه يا جماعه، ايه الحكايه ليه هذا الجبروت ليه هذه. فطلعت فوق العربيه بس ده في ثانيه، وراحت نطه ورايا اتنين، واحده من السيدات وزميلتي نور الهدى. ايوه وقفنا على العربيه، بقيت انتوا الثلاثه فوق العربيه. انت بقى لو تشوف اللواء وقتها وهو بيتحايل عليه
طب انزلي، طب العربية، طيب مش هي، هو مش هيركب في دي. هو يا ستي ما مش هيخرج هو، يعني تعرف اللي هي ايه. واحنا بقى لا ما بنردش، هي خلاص ركبت في دماغنا احنا هنا، الموقف بقى كده، هو الموقف كده، ومش هيتحرك ولازم يقابل الناس دول. تنتها طبعا هات وخد خمس دقايق ولا اكتر يعني. وبعد كده يعني وانتهى المشهد ده على ايه؟ لا هو يعني احنا شفنا وانتوا واقفين على العربية، ما قابلش الناس بقى. ما قابلش والناس رجعت. يعني انا حاسه، لما تبقى مقهور، لما تبقى مظلوم، لما تبقى ليك شهيد ومحدش عايز يعبرك، لما يبقى ليك اي حاجه يعني ومحدش عايز يعبرك. انا جه يعني في دماغي مشاهد كتيره جدا، اكم من ديكتاتوريين واكم من ملوك كده نشوفهم، يعني اخرج للرعيه هديها، اخرج قول كلمه. لا ما عملش ده، يعني شيء ما كان لا انسان يعني. وزي ما بقول لك انا كان كل الحكايه في دماغي مش هتمشي. كان في مشهد تاني بس كانت البطله بقى بتاعته الله يرحمها الاستاذه شاهين دمعي، لما كانت قدام مكتب الارشاد وهي بتتكلم وفي واحد بيحاول يعني يحط ايده على المشهد ده كواليسه كانت ايه؟ المشهد ده كانت كواليسه يوم 5 ديسمبر. لا المشهد كان في بداية شارع الاتحادية. في الاتحادية. ما كانش في المكتب. في بداية شارع الاتحادية. انا كنت لسه ما وصلتش. يعني كنا اتفقنا مثلا ان الساعة 5 هنروح، علشان بقى الناس كانت اتعذبت وتفض الاعتصام، فضوا حرقوا الخيام وضربوا الناس لو انت فاكر، وايه. فاحنا قلنا هنروح بقى، مش انتوا فضيتوا الاعتصام وضربتوا الولاد واعتقلتوا ووا، يبقى احنا كان دايما في اتفاق كده للسيدات وقت هذه الشدائد، من غير على فكرة اتفاقات، انت على طول يلا يلا يعني. مش بنقعد ولا نجتمع، لا هي خلاص يعني رد فعل اي سيدة امام اي ظلم. صحيح. امام الولاد دول اللي اتبهدلوا والكلام ده كله. فروحنا اتفقنا، انا وصلت متأخرة شوية، فكانت لسه داخلة الله يرحمها شاهين ده، ودايما كانت بتبقى معها نور يعني، ونور واقفة ودخلة، يعني دخلة شاهين ده وهتتكلم، فإذا بقى الشاب بيحط إيده وبيمنعها من الكلام. أنا بقول لك يعني هو المشهد ده كان دال جدا يعني إنه أنت هنا، وطبعا جاي نور وهي بتحاول انها تحوش عنها برضو. ده من المشاهد اللي وثقت يعني ملت الدنيا كلها. يعني في مشاهد كده رهيبة رهيبة، يعني مهما كان انك ايه يعني تضرب واحدة في ايه يعني، وعلى الملأ وبتسد بقها وانت شاب يعني في الاخر. هو هنا في الممارسه العمليه على الارض اتضح فعلا ان هم لا بيحترموا الستات ولا بيقدروهم، كل الكلام اللي كانوا يعني بيقعدوا يتشدقوا بيه ده. لا ولو انت فاكر سيدات من الاخوات يعني يعني كان كل دورهم تشويه كل السيدات الاخريات اللي في الثوره يعني. يا اما دي سفيره، يا اما ايه اللي وداها هناك، ده لهم جمل شهيره. يا اما تشويه، اصل البنات قاعده مع الصبيان، يعني حاجات تعرف حقيره وحاجات يعني. وحاجات صغيره قوي يعني، ان انت عشان تهاجم حد فتبدا تشوهه عشان يبقى هو الغلطان يعني. يعني ايه اللي وداها هناك، ايه اللي وداهم هناك؟ طب انتوا كنتوا معانا، بس لما استولوا على السلطه مشيتوا. بقى وحش ان احنا بقى نطلع ندافع يعني. هو هقول لك حاجه، هو كان مثلا من المشاهد الداله ده انه في محمد محمود، يعني لما كان في الذكرى الاولى لاحداث محمد محمود، القوى السياسيه عملت يافطه كبيره كانت مكتوبه ممنوع دخول الاخوان في 12 في نوفمبر 12 بقى، اصل خلاص خلاص ايوه. ما كان في احداث مجلس وزراء ومحمد محمود كانت ورا بعضها 11 و12 بقى قالوا ممنوع دخول الاخوان. لا كان خلاص بقى، كانت جابت الانقاذ يعني، بدات تنزل وبدات تحط خطوات وبدات يعني تقول خلاص ما فيش تعامل بيننا وبينكم في الفترة دي. طب هسأل حضرتك عن أيام بقى اللي هي الأيام الأربعة من 30 و1 و2 و3، الأيام دي طيب
شايفاها ازاي؟ هقول لك. احنا دلوقتي الايام دي وانا يعني كان ليا ان انا يعني طبعا كنت موجوده فيها، ومش يوم 30 يوم 3 3/7 انا كنت في مدينه الانتاج، يعني خدوني لمدينه الانتاج. والجميل فيها ان انا كنت موجوده ساعه الخطاب ما تم، وساعه ما يعني ما كانت المهله انتهت. انا بس هقول لك ونرجع تاني. فانا كنت موجوده في الاستوديو المفروض بعلق، يعني احنا مستنيين الاحداث ومستنيه الخطاب. واقول لك حاجه، اجمل يوم بتقعد فيه في الشارع من ساعه ما تطلع من مدينه الانتاج الساعه 10 لحد الفجر. انا ساكنه في مصر الجديده منطقه الكربه، قعدت فيها ساعه وساعتين، جوزي يتصل، دي بقى بتبعد 5 دقايق عن بيتي. اقول له انا واقفه هنا، انا مع الناس، انا مبسوطه. يعني الناس تنزل من العربيات والشباب ينزلوا ويرقصوا ويغنوا، احنا مبسوطين. كان احتفال حقيقي فعلا. احتفال حقيقي هذا اليوم، يعني احتفال حقيقي. انا بس بقول لك يعني دي لقطه 3/7 يعني كانت لقطه جميله. لكن قبليها بقى احنا كنا طبعا موجودين 30 يونيو قسمنا نفسنا. يعني في 30 يونيو احنا كنا مصممين وكنا واثقين ان الشعب هينزل، وان زي ما قلنا حزب الكنبه، انت فاكر لما كنا حزب الكنبه. عايز اقول لك على مشهد، انا كنت من اللي ومعايا عزة بلبع ونور وكمال خليل وشوقية الكردي، احنا متفقين ان هنركب عربيه فيها ساوند سيستم وحنتبادل الهتاف، والاغاني كانت يا حبيبتي يا مصر يا مصر. هذه العربيه هناخدها منين بقى؟ ما احنا الناس كلها متفقه، في ناس في التحرير، لا كنت انا والمجموعه دي هنتحرك من جامع النور في العباسيه ونتحرك مع الناس ونخش على الاتحاديه. يعني دي ده يوم واحد، ده يوم 30 يونيو. انا ليه بقول حزب الكنبه بقى تجاوزا، يعني قلنا حزب الكنبه، واحنا ماشيين في ناس جمال جدا حاطين كنبه وقاعدين عليه ويقولوا لنا احنا نزل. يعني مش حزب الكنبه اللي نزل، ده نزل بالكنبه يعني انت عارف اللي هو احنا نزلنا وكان لازم ينزلوا. وعلى فكرة اللي عايزة برضو أقوله أن في 30 يونيو نزول المسيحيين كان أكتر بكتير من يناير 2011. هنا بقى، لأن زي ما بقولك ده الشعب المصري، مش حكاية مسيحي، لا الشعب مسيحي ومسلم كان بيدافع عن هويته، لأنه في بلد في بلد كان بيدافع عن بلد عن بلد. هنا بقى عشنا فيها لو انت فاكر الجمله الشهيره للبابا شنودة، مصر احنا يعني ليست بلد نعيش فيه ولكن بلد يعيش فينا. صحيح، يعني فعلا هي هو ده، يعني هي تجسدت في هذا اليوم انها بتعيش فينا كمصريين. يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن عمر مصر ما هتتقسم ولا عمرها يعني هيبقى فيها هذه الفتن، يعني زي ما بنقول. ففعلا حسينا في هذا اليوم ان مصر خرجت كلها عن بكرة ابيها، وان زي ما بنقول بقى اهو حزب الجبل كان بيقول لنا احنا نزلنا نزلنا اهو معاك، وبنمر الشارع كله. احنا برضو بنبقى في اتصال بالتحرير، يعني زمايلنا اللي في التحرير بيقولوا لنا احنا برضو بقينا بالملايين، احنا كذا، واحنا هنا بنقول لهم احنا قربنا نوصل. كان فيه هتاف ما انساهوش، كنا بنتبادل الهتافات. فانا وانا داخله الاتحاديه بقول الشعب يريد اسقاط النظام، فرد عليا واحد من الشارع الشعب خلاص اسقط النظام. ده يوم 30 اللي هو يوم 30 بقى، وانت داخلين على الاتحاديه كانت الدنيا بدات تظلم، كان المغرب، ولقينا بقى الناس عامله النصات وعربيات ربع نقل واقفين عليها وعاملة عربية منصة. الناس من نفسها، انت هنا الناس كلها بتتحرك. يعني هو كانت في فكرة، الفكرة بتاعة التمرد دي برضو يعني احقاقا للحق فكرة، والناس كلها اتجمعت حواليه ونظمت نفسها ما استنتش ونظمت نفسها. لا انت دخلت على ناس منظمة نفسها، جايبة العربية، جايبة الساوند سيستم هنا وهنا وهنا، يعني مش منصة واحدة زي ما بنقول. لا
وانت لا تتخيل هذا اليوم بقى وتقابل اصحابك ونقعد جنب بعضينا وايه بقى يعني في صوره شهيره لمجموعه كده يعني انا وايفون صاحبتنا وفاتن ونور وشين قاعدين على السور انت تقول الناس دي قاعده مبسوطه بمعنى ايه عارف اللي خلص امتحان ونجح بالظبط فاحنا قاعدين انتوا عملتوا عملتوا الواجب خلاص يعني عملتوا الواجب الواجب ده برضو من الحاجات الجميله الشعور الجمعي الشعب المصري ده في بأساته او في افراحه يعني الشعور الجمعي ده بيبقى جميل طب هسأل حضرتك على حاجه لانه يعني جرأة المواجهه لما طلعتي فوق العربيه بتاعه الرئيس بعد 30 يونيو كان في موجات من العنف الإخوان ارتكبوه هم عملوا مواقف على المستوى يعني الاستيلاء على السلطة وبعديها أخد أعمل كل هذه المواقف يعني مسيحيين ننكل بيهم كاتدرائية ننكل بيها يبدأ بقى السلفيين بقى انت فاكر انتشار من ما تعيدوش ما تقولوش دول كف يعني لكن جزء من المحركات الأساسية كانت عند حضرتك اللي هو موقفهم من المرأة ومن النساء ومن طبعا من المرأة لا موقفهم من الوطن الوطن في كل ده بقى الوطن في المرأة وفي العمال وفي المسيحي وفي المسلم وفي الفقير وفي الغني وفي كل حاجة وطن وطن بيجمعنا هو لا يهم هذا الوطن كان يهم الوصول إلى السلطة ثم الاستفراج بها ثم عمل مخططه يعني كما اتضح مع بعيد زي ما بقول لك الإخوان في المنطقة في الدول الأخرى كل الإخوان في كل الدول مستنيين وصول مصر الحكم الإخوان للحكم في مصر فيبدأ الجميع يبقى موجود ويبدأ بقى نعمل الخلافة الإسلامية عايزة أقول كلمة هو احنا ضد الإسلام ولا ضد المسيحية لما بنتكلم لا مفيش طبعا هو احنا مش عايزين الإخوان المسلمين لأنهم مسلمين احنا ضد استخدام الدين في السياسة صحيح. وضد وسميناه وقتها لا إخوان ولا مسلمين دول بيتاجروا بالدين دول بيقتلوا إخواتنا باسم الدين كنا واضحين يا جماعة الإسلام السياسي استغلال الدين لله والوطن للجميع حتى كنا بنناقش ونقول لهم يعني إيه الإسلام هو الحل الإسلام ده دين ده عبادات طب الإسلام بقى جه حد يعني حكم باسم الاسلام وفشل يبقى الاسلام فاشل يا جماعه يعني كنا بنقول لهم مفيش حاجه اسمها الاسلام انت بتتكلم هنا بالمنطق البسيط جدا اللي هو مفيش فيه اي تعقيدات واحنا بقى سياسيين حطوا نظرياتكم واحكموا بيها ما تقولوش باسم الدين هم اضروا الوطن واضروا الدين بشكل كبير جدا للاسف الشديد في التجربه دي يعني انا بشكر حضرتك جدا يعني افتكرنا مع بعض شويه حاجات لا والله بشكرك انت فكرتنا بفتره وانا عارف ان انت في اطار تسجيل يعني مذكرات وكده انه الفتره دي هتتوثق بشكل كامل ان شاء الله ان شاء الله بشكرك جدا يعني الكاتبه الكبيره والقياديه بحزب الاشتراكي المصري كنت معانا الكاتبه الكبيره كريمه الحفناوي كنت معانا في الشاهد شكرا يا فندم لحضرتك وشكرا لكم